السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. ايه يا مولانا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا مولانا لي سؤال. اسأل. لو ليا اخ بياخد من مال الوالد بدون علمه للادخار، هل يجوز لي منعه ولا لا؟ امنعه طبعا، اخوك حرامي بيسرق ابوك، يسرق من ابيك، امنعه طبعا بدون علم الوالد. اقول لك انصحه، قل له لا تاخذ النسخ من الوالد. تمام، شكرا مولانا، بارك الله فيك. عفوا.